الأنصار تلاقوا وتهامسوا فيما بينهم واحد أهل الثاني، يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطي أناسا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائه. يعني للأمس الدابر كانوا كفار وكنا عم نقاتلهم، بلغت هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمع هؤلاء الأنصار كلهم في واد بعيدا عن أهل مكة، نعم، وخطب فيهم، ذكر كلاما مغموس بالعاطفة، مغموس بالرقة، مغموس بالشفافية. أتمنى لو أن كل مسلم حفظ هذا الكلام الذي قاله، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، الله، ما قالة بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كانوا يقولون: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: أجبناك يا رسول الله. نقول: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. عاد يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: أجبناك يا سيدي يا رسول الله. قال: أما لو شئتم لقلتم، يعني في الجواب، لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك. قولوا قولوا قولوا، لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. قالوا: لا لا لا، لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضوا أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. والذي نفسي بيدي، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري، ولسوف تجدون أثرة فاصبر حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء أنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبكى القوم واخضلت لحاهم بالدموع لهذا الكلام الرقيق العجيب الذي، نعم، كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخطبة وهذه الكلمات كم وكم يجدر بكل مسلم أن يعيها وأن يحفظها وأن يرددها، ليجد من خلالها شفافية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.